نسيبتي العزيزة هو مسلسل كوميدي تونسي أنتج سنة 2010 في تونس، وعرض لأول مرة على قناة نسمة تي في الشهيرة. المسلسل حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي، مع أنه عرض باللهجة التونسية التي لا يفهمها معظم العرب. تعالوا معنا لنشاهد كيف أصبح أبطال مسلسل نسيبتي العزيزة بعد 13 سنة من عرضه. المخرج والمنتج والممثل التونسي يونس الفرحي هو من مواليد سنة 1972. اشتهر بشخصية ببوشة، وهو صاحب محل الألبسة ذات الجودة الرفيعة. الممثلة المسرحية سماح دراشوري هي من مواليد سنة 1976. اشتهرت في مسلسل نسيبتي العزيزة كزوجة ببوشة صاحبة الشعر المليء بالألوان. الممثلة التونسية سوسن معالج شاركت في الكثير من الأفلام والمسلسلات الناجحة، واشتهرت في مسلسل نسيبتي العزيزة بدور فتيحة أم الفتوح، وهي فتاة مسترجلة تعمل كاتبة عند حسونة. الممثل ومقدم البرامج التونسي سفيان الشعري هو من مواليد سنة 1962. لعب دور حسونة زوج حياة. توفي الفنان سفيان الشعري سنة 2011 إثر سكتة قلبية مفاجئة، رحمه الله وأحسن إليه. كوثر الباردي هي ممثلة تونسية شهيرة، ولدت سنة 1969. لعبت دور حياة زوجة حسونة ابنة فاطمة وأخت المنجي. الممثلة السينمائية والمسرحية منى نور الدين هي من مواليد سنة 1937. لعبت دور فاطمة والدة حياة والمنجي. الممثل المسرحي التونسي كمال التواتي هو من مواليد سنة 1952. اشتهر بدور عزوز شقيق فاطمة. الممثل الكوميدي التونسي فرحات هنانة هو من مواليد سنة 1956. عرفه الجمهور بدور المنجي شقيق حياة. الممثل المسرحي التونسي خالد بوزيد هو من مواليد سنة 1975. اشتهر في مسلسل نسيبتي العزيزة بدور الفهم، وهو ابن خال ببوشة النازح من الريف. الممثلة المسرحية التونسية فاطمة الفالحي اشتهرت بدور جميلة خطيبة الفاهم. الممثلة السينمائية والمسرحية لطيفة القفصي هي من مواليد سنة 1953. لعبت دور جمعة والدة الفاهم. الممثل التونسي محمد الغزواني هو من مواليد سنة 1968. لعب دور العيد والد الفاهم. الممثلة الجزائرية رزيقة فرحان هي من مواليد سنة 1981. نالت شهرة كبيرة بين التونسيين بمشاركتها في مسلسل نسيبتي العزيزة وأعمال فنية تونسية أخرى، ولعبت دور حجلة. المغنية والممثلة الجزائرية الشهيرة بيونة هي من مواليد سنة 1952. لعبت دور بارزة عمة حسونة ووالدة حجلة. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.